الخبر الأولي عدنا أنا نورمار وفضيحته العلاقة الحب بين نورمار وقمر الطائف. فالقصة كلها بدأت يا حبايب لما نور أنور نزل هذا الستوري ويا نيرمين، كانوا قاعدين بنفس السيارة وقاعدين يحطون أغاني نوعا ما حب ونوعا ما بين إنهم لابقين البعض. وبالستوري الثاني يا حبايب على أساس أنور إنه نيرمين هدته وردة، ولكن نيرمين تقول إنه موضوع مزح إنه يعني بالغلط مو أكثر. هذا اللي خلى إنه نورمار ينزل هذا الستوري اللي كان كاتب عليه لابقين البعض، يقصد نيرمين وأنور. ولكن الرد النار اللي كان من أنور يا حبايب عن طريق تنزيل هذا الستوري كان كاتب له انتو كمان وليصد نورمار وقمر الطائف انتو لابقين للبعض، يعني زبطين البعض. بعد نورمار يا حبايب نزل شوية ستوريات ويا نيرمين وأنور قاعد يضحك عليهم انهم بعلاقة حب وقاعد يضحك عليهم. وكل عاد الرد النار اللي اجى من أنور يا حبايب لما نزل هذا الستوري اللي كان ويا نورمار وقال له بوعني ايدك اللي هو كان واشم عليها اسم قمر الطائف، ويقول له شوف الحب واللي يصد انه هو قمر على علاقة حب. ديم مايكل جاكسون وجاستن ايش عم تمسخر علينا؟ ورجيني ايدك ورجيني ايدك ورجيني ايدك، هسولك ياي الحب ايش بيعمل، واي الحب ايش بيعمل. طبعا نور رد عليه عن طريق تنزيل هذا الستوري اللي كان كاتب فيه فرق بين الصداقه وغير شيء، واللي يقصد انه هو قمر عباره عن اصدقاء ولكن هو نيرمين اكو علاقه حب بيناتهم. فكتبوا احبابي بالكومنتات شاركوا هذا الخبر، وهل تتوقعون فعليا انور يقصد نورمار وقمر على علاقه حب او لا؟ وهل تتوقعون نيرمين وانوار هل هم فعليا على علاقه حب او لا؟ ننتقل حاليا لوسام تيكيتو، واخيرا يا حبايب راح ينزل فيديو يوتيوب فنزل شويه ستوريات دي على من خلال انه راح ينزل لنا مقطع يشرح لنا بيها شنو صار وياه من سافر وصولا الى دبي، وراح يحكي بهواي اشياء. فكتبوا بالكومنتات هل تتوقعون راح يحكي على على ريدر وياسو؟ شوفوا الستوريات اليوم. عن جد الطقس كثير حلو والجو كثير حلو، انا كثير مبسوط. ما بعرف اليوم كان كتير حلو، وكل الأمور اللي كنت بدي أعملها وخلصها خلصتها. رح أحكي لكم كل شيء معي بكرة أتوقع، بما أنه الجو حلو والطقس حلو والمزاج رواء كتير. بكرة رح أصوركم فيديو أحكي لكم كل شيء صار معي بدبي وكل شغلات سألتوني عنها، حتى إذا كنت سألوني شغلات تانية كمان كتبوها هلأ، وحأحكي لكم كل شيء. تمام، أول ما بدأت الفيديو ليش حكيتها بسرعة؟ حكيت حتخلص الستوري. أول ما بيجهز هذا الفيديو راح أنشر لكم إياه. تمام دغري، وبعدها في شغلات كمان. ننتقل حاليا لمحمد جواني وإعلان عن تنزيل الفيديو كليب مالته الناري الجديد. فنزل هذا البوست اللي كان كاتب عليه إنه شلون حماسكم للفيديو كليب اللي صوره بدبي، راح ينزلنا بعد شهر تحديدا بتاريخ 12/12 الشهر الجاي. فكتبوا بالكومنتات اذا كنتم متحمسين لهذا الفيديو كليب. وننتقل حاليا لقمر الطائف، وهل هي يا ترى سوت عمليه فيلر واللي هي عمليه تكبير شفايف؟ فنزلت هذا الستوري يا حبايب اللي كان اغلب لاحظ انه شفايفها نوعا ما كبيره، فالاغلب صار يقولها انه انت مسوي عمليه شفايف مسوي عمليه فيلر، ولكن هي ردت عن هذا الموضوع عن طريق تنزيلها هذا الستوري كاتبه بيه ليش الكل دا يكتب لي انه مسوي عمليه فيلر والله ما مسويها اللي هي عمليه فيلر يا حبايب تكبير شفايف. فكتبوا بالكومنتات يا حبايب شنو رايكم بهذا الخبر. وننتقل حاليا لريل بيوتي ووصول حسابها بالسناب شات للمليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتبركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. بصوا يا حبايب ادري هالفتره شويه قاطع عليكم اذا نزل لكم هوايه، ولكن ان شاء الله يا حبايب الفتره الجايه راح تكون فتره اقوى من هيك. ما ادري اذا الفتره راح تكون ناجحه او فتره فاشله، ولكن ان شاء الله يا رب احبكم هوايه، كل محتاجه هو دعمكم وكفتكم وياي وبس احبكم.